لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بن حمادي. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حصتكم، حصة زيتنا في دقيقنا. اليوم راهي معايا الأخت حبيبتي أختي فريدة مرحوم. عيشك. فوالا مرحبا بك فريدة. يسلمك فاطمة الزهر بك وهلا. يسلمك أختي. اليوم فاطمة الزهر جبتي لنا، راني نشوفي باذنجان. اليوم راح نديروه باذنجان، نديروه فارسي. فارسي. فوالا، واش لازمنا؟ لازمنا باذنجان كيما راكي تشوفي، لحم كفت. لحم كفت هاد لاغوسيت ما ترفدش بزاف لحم كفت. فوالا. دونك لحم كفت، لاشابلوغ للحم كفت. نديرو حبات تاع ولاد الدجاج، هذه هي، وندوزنوه ملح. كيما ندوزن الطنجره ندوزن اللحم تاعي. المرقه تاعها لاصوص تاعها لازم لي راس تاع توم يكون كبير، ندرسو بالمهره صغيره خير من السكرفاج. فوالا، دونك زوج حبات طوماطيش يكونوا فريشكين طيبين، ربطه تاع الحشيش هذا يجيب باسكو راح نديروه مرقه حمراء. صافي يجينا بلا بلا الحشيش مقطفه. دونك قلنا حشيش مقطفة، زوج حبات طوماطيش طيبين سكرفجوهم، راس توم كبير حار العكري، وهذا يحب الكروية. بالكروية. فوالا نبداو ان شاء الله. فوالا بسم الله هكذا. اعطيني شويه تاع الزيت او ميم طون كي نكون دوزين راني نعاود لي زانغريديون تاع لا روسيت. ديريها بالزيت برك. دير غير بالزيت هكذا، وما نكثرلهاش باسكو الباذنجان بعد ما فوالا الباذنجان نقليهم من بعد. دونك نبداو، اعطيني غير فتاه الحطب. نبدا بالثوم هو الاول هكذا. الله يبارك الطناجر تاع دركا راهم تقال بيان صافي، ما يسخنوش من خف. كل حاجه ثقيله، كاسرونه مقله كلش. وشعل يتقلب برك شويه الثوم، ما خلوش راني تحرق باش نرمي له الطوماطيش باش الزيت ياخذ البنه تاع الثوم. تاع الثوم والثوم وفيه الملح كما قالت لكم فريده، راني درسناه بال ديجا غير يبدا شويه الزيت تبدا الريحه تاعو تطلع. هذا الطاجين هذا سانغراتان صافي، سي سانغراتان هذا اللي قبل اللي قرب رمضان. وي بسم الله، هاي الطوماطيش اللي قرمضان، ميم كي تجيك ضيف كي تجيك بصح. نبدلو شويه لا روتين تاع والله غير بنين بالبزاف، يعني يجربوه الاخوات ويردوا لي الخبر على فيسبوك. هلا ها هوك دوكا اش ندير، ندوزن كاينه مغرف قدامي الحار حار والعكري فوالا، يعني ما يغلطش الانسان، دير شويه ما ديرش بزاف باسكو هذا حار تاع الصح هكذا، والعكري اسمه عكري والحار حار. هذه هي هكذا، وهذا الطاجين كما قلنا فريده يحب الكرويه هكذا. خليه هنايا باش دوك ندير للحم. وباذنجان تحب بزاف كرويه، تحب الكرويه هكذا. لازمنا شويه تاع لو كونسونطري دو طوماط، نزيدو غير فتاه، نزيدو غير فتاه على مغير فا وزياده، ولا تكون نشوف انا والطاجين تاعي هكذا. انا ندير هذه ويلا خصني من بعد نزيد. صح جيبي مغرفه فتحت نزيد نسقيهاش، نخلي كل شيء يتقلى بشويه. نروحو دوكا الباذنجان. فوالا الباذنجان تاعنا خلوه بقشورو، نقطعوه. تعطيني القرطه؟ عطيك قرطه. وصفت نزهة أنا كي نقطعوه، نقطعوه هكذا يا نقطعوه شوية عريض واحد دو سنتيمتر هكذا. فوالا هذا نحيلو جوست باش تقدر باش نقدر نخويه هكذا. نوري لهم هاد الحبيبات باش نخويه. فريده ندير هذا، يعني دو بريفيرونس نخويه بالمغرف تاع القهوه. شوفي كاش نديرو له هكذا
غايب شويه هذيك غير بشويه باش ما نتخبوش لداخل. فوالا هكذا خاطش كون بالموس ولا يتحفر. ماشي بالموس يتحفر. بالمغرف تاع القهوه هكذا ونحطوه فوالا جوست فوالا. هذا نديروه لداخل نرحيوه هكذا. نزيد لك شويه فريده باش تقدري ترحى مليح. بس انا مانيش نشوف منها نزيد تما روح اللي في الخزانه ما عرفتلوش. واش ندير هذاك البدنجال اللي القلب تاع القلب كامل تاع البدنجال اللي درناه. عطيني مغرفه نحبطوه هلا. قلت لك فريده يجي لي ايكونوميك ميم القرعه ميم القرعه القرعه ثاني يعني كي ديروها كي تخويوها هذاك اللي خويتوه ديروه لداخل مع اللحم هكذا. ندير زوج مغارف تاع لا شابلوغ واش علي خلي ما نسحقوهش دركا هكذا. وقلنا مغرف علينا فريده تعاودي دوزنها كيف كيف دوزنها كيما دوزنت. تعدي شويه الفرن باش نبداو نقليو. هذا ما يجيه لا روز لا والو ما يجيش الروز يجي غير هذا هكذا. دونك نزيدو ندوزنو شويه تاع الحار ماشي حاجه شويه عكري شويه تاع الكرويه الربيطه تاعو تاع الحشيش اللي قطعناها هادي الاولى فرماج في الفرن فرماج بور لو غراتان كي نكون نديرو في الكوشان دي ايه تاع الفوق من الفوق. بسم الله زيديني شويه ملح فريده الملح تفضلي ديري لي شويه نزيد هاد الحبيبه نحي منها نبدا بشويه هكذا. شوفي تولي غون كونتيتي الله يبارك ايوا هاو الباذنجان ما يبانش كاع يسكا يسكا. درتي لي الملح مليح فريده خلنا شويه ملاحه انا تاني وخفت خفت نملح بزاف وقيلا نزيد شويه ملاحه هكذا شويه في المصاري زيدي شويه معانا شتي كي نوالفو الكوزينه فريده شتي ما نصبروش عليها بزاف والله ما نصبرو فوالا ميم التعمار تاعو ما يجيش معمر بزاف صديق ما ياكلش بزاف لا فياند كيما في الدار في المصاري نعم ديروا غريقه برك ونديروا فيها الفارن هذا ما كان انا سردين ولا غنديروا في ساشي تاع البلاستيك ايه عطاني تشوفي فاطمه ساشي تاع البلاستيك ندير سردين وندي ونرد دقيقه وما تتمرمدش الحاله هكذا. هادو اللي قعدت ترمديها دي دو كوتي وي دي دو كوتي هاكي تحسها عليه فوالا ولي بقاونا نعمرو الباذنجال تاعنا ولي بقى لنا كاع نديرهم دي بولات ايه كويس الدراري يحبوا لي بولات هذه هي. واش نديريها بتي في فريده نديرو شوفوا يعني نوصي حاجه برك هذا الباذنجال يتقلى ا بوتي فو علاش باش اللحم يطيب شويه لداخل مالغري نردو من بعد في الكوشه يطيب بالمرقه تاعو بلاصوص تاعو مي
لازم يتقلى ابيتي فو باش يلوغ الفون يعني باش يطيب شويه الحم داخل. هذه هي هكذا. هادو ما دوك نديرهم دي بولات نرميهم لداخل اتردي لي الطيوه هذيك واش نافط هادي نديرهم شويه في الفرينه وقيلا نزيدو لها ميه زيدي لها ميه زيدي لها ميه هاي المرقه شابه فريده عسل يتشهي كحوش كروحو فريده إيه. لا تقزو لي حبيدي ولا قارون ديدير تقدري ديريهم إيه. صعيب تقدري راش طيبه تقدري ما رمدهمش فاطمه زهره إيه. افان برك سي افان برك لا دوك نقول لك على نقدروا نقليوهم لي بولات ها نقليوهم فاصيل ما يجوا هايلين ثاني مي باش الطاقه قد ما دير لك باش تعطينا باش تعقد هذيك المريقه تجي مبرصه سي كيما قلت لهم برك يديروهم ابتي في نقص شويه النار هذاك هو نقص خلاص مالا حنا واش نديرو نكملو نقليو لي بولات ونقليو باذنجال نتلاقاو بعد الفاصل ان شاء الله. انا رجع ليكم مره ثانيه باش نشوفوا اخت فريده واش راح دير لنا دركا. فاطمه الزهراء عندنا شلاضه، هاد الشلاضه تاع فلفل حلو ولا فلفل طرشي كما نقولوا كل حاجه مشويه. شوفي شويه حبيبات تاع الفلفل فلفل حبيبات تاع الطوماطيش على حسب لا كونتيتي واش دير حسب العيال تاع الدار تاع الدار. عندنا هنايا زوج مغرفات تاع معدنوس، عندنا هنا كورنيشون، عندنا لي كابر، عندنا الثوم ثاني مشويه شوفي فاطمه الزهراء مشويه ايه عندنا ثاني بيان سور هذيك فينيغرات نديروها لها فلا فينيغرات واش نديرو نديرو شويه فلفل كحل وشويه تاع واسمو الكسبر مرحي رحيتيه الكسبر هذا رحيتو الكسبر تحبي تزيدي تاع عصره عصره تاع القارص زيدي عصره عصره تاع القارص ما حبيتيش شويه ملح اي سي بون بوسك نديرو لا لا موطار ولا مايونيز دونك سكيفي ما كلاش القارص غير من بعدا ومن بعد هذا ايه. هو وعندنا ولاد الدجاج دوك ولاد الدجاج هادو نقسم الحبيبه على زوج نفرغ هذاك الصفر وهذاك القلب تاع هذيك النص تاع الحبيبه ولاد الدجاج نعمروه بهذا الخليط تاع الشلاضه ايه الله يبارك. وعندنا شلاضه ورق خاص نحبوا نديروها هكذا ورق نحبوا نديروها فوالا اون شيفوناد هكذا بيدك برك ماشي بالمصغر بيدك هذيك هي دوك نجيب ريسيبيون ندير الخل ساهله هذه الشلاضه فاطمه الزهراء ما فيهاش حاجه يعني نبدا بسم الله. واش لازم كل حاجه تشويها وحدها كل حاجه تقطعيها ايه. كل حاجه نشويها وحدها بسم الله. كي يكون طياب ثقيل مليح معاه الشلاضه حاجه خفيفه صح هكذا ولا فريده ميم كون ديري اون سوب ولا ديري هكذا ولا غير الشلاضه يعني اللي بيان فيها كل شيء تجي هايله ثاني جوج بعدا الدراري كيكونوا يحبوا الشلاضه. شوفي هنا درت هاد الحبيبه زعما باه تبان باللي كورنيشون كورنيشون كلشي مقطع رقيق كلش نقطعوه رقيق. عندنا الثوم الثوم مليح ديجا مقبله عطيتيني شميتو تلقى الريحه ديالك عاد مشوي جاهز مشوي كلش يجي مشوي ايه. عندنا هنايا شويه تاع قشر القارص كيما سكرت في جدو زاز دو سيترون شويه. عندنا معدنوس اللي يحب يدير الحا ثاني يحبها حاره فاطمه الزهراء شوي حار القرن تاع حار يقطعها داخل. عندنا شويه تاع كرويه على بالك تجي تنفنف كي تكوني ديجا ريحتها راهي هايله في الدار انا نوسف مزيان خير ماشي يا حب اللي بصحيها تحمصيها وتريحيها نحمصها شويه ونريحها شويه في الكحل عطاني شويه ملح معليه. هاد الشلاضه سهله سهله ما نكثرش الملح اي باسكو لا لا موطارد هي اسيزوني هكذا ديري شويه زيت الزيتون لا تعطيني شويه زيت الزيتون يعني لا فينيغريت فيها مي دير شويه سي بون هادي الله اعلم زيت سونغو ابون هاديك زيت زيت هكذا
عطيني شويه تاع لا موتار هذيك لا فينيغريت. لا فينيغريت كنا غير شويه زيت. بسم الله زيت. شدوا حبيبه البيت هكذا انا قطع لك قالت الجات وانتي عمري لنا ايه حاجه تفرغيهم برك ايه ماذا لا تحقي هاد لو جون دوف لا لا هذا كون بانديرو زعما ميموزا من الفوقات فاطمه قبل ما نبدا عطيني هذاك الكرسي تاع الشلاطه يلا هكذا هكذا نبداو نعمرو وهنايا انتي وما حبيتي حبيتي تزيدي حبيبه تاع الزيتون حبيتي تشدي لا موتا لا مايونيز بيتو ديريها في لابوشادوي هذيك لي دونتلي لي دونتلي فالي كونوا صغار دوك دوك اي فوالا وديكوري تو 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 تاع هذيك حبيبتي من غير شوفي خبات هكذا هاكي خضر في الخضر شتي اللي جا الفلفل شلاطو بنينه ودي مشوي خير من مقلي على بالي شتي وي دي بنين خير الاخر يعني القليان يجي بنين بصح في ثاني يجي ثاني انا تكتوكا فريده جامي نديرها خضر في خضر انا ثاني نشوي لازم نشويهم الفلفل شوي الفلفل والطوماطيش طوماطيش لا لا ساعه الطوماطيش نديرها بالولاد الجاج يعني نعقدها وكل شيء كي نطيبها بالزيت نشوي نحب كل شيء تمشوي مشوي صح كانوا زمان يشوي على الاخر على الشوا على الفحم نافخ ولا احنا في رمضان بكري راني شافيه يما كي تعود القدره تاع الشوربه وكي تكمل الشوربه تنحي تحط الفلفل فوقه وفريده من جون فطرو زيت طيب يكون بقرات تاع القهوه يطرد فوق الجار من جد تغسلوا المواعن باش تحطي الميده تاعك كيما كنا زمان والله تحطي الميده تاعك القهوه تكون بدات الماء بدا يغلي والله غير على الجمر كل شيء تاع الجمر كل شيء حصرا قديرة الفخار فاطمه زهر هذه قدرة الفخار والله بلا اختي فريده دوك تكملنا الشلاده تاعها وحنا نتلاقاو بعد الفصل نشوفوا الاطباق تاعنا جاهزين ان شاء الله يا الاطباق اللي درناهم مع بعض فريده راهم فوق الطابله كما شافونا درت الباذنجان مالا درتو فارسي باللحم كفت ومع القلب تاع الباذنجان هكذا بربطه تاع حشيش تكون مليحه قليناه بالفرينه وطيبناه بصوص طوماط نورمال واش هاد لاصوص فيها الكرويه الكرويه بالثوم والكرويه العكري والحار والطوماطيش زوج حبيبات وحشيش مقطفه حشيش مقطفه فوالا قليناهم ومن بعد درنا هذيك لاصوص لي بولات اللي قعدوا لنا درناهم في الطاجين كيما شافونا ودرناه درتو دون ان بلاطو واسيت كامل هذيك الباذنجان واسيت هذيك لاصوص كامل فوقها شويه فرماج ودرناها في الكوشه جات شهيه يعطيك الصحه الله يسلمك فريده والله وفريده انا درت هذيك الشليده فاطمه الزهراء كيما شتي شويه كلش شويه الفلفل شويه حبيبه الطوماطيش شويه هذوك السنينات تاع الثوم ايه و سمزنا لها برك قشور قارص زدنا لها زويته زيت زيتون شويه زيت زيتون شويه شويه لا فينيغريت كانت ثاني واجده على بها جات بنينه بزاف ويعني زيناها بشويه تاع المايونيز فيها لي كاب فيها لي كورنيشون هادو ما كامل وديك الشليده باش زين هذاك هذا يبارك هادو هي يعطيك الصحه اختي فريده يسلمك يعطيك الصحه ان شاء الله حنايا نتلاقاو في فرصه اخرى ان شاء الله اختي ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو في الخير ان شاء الله ان شاء الله قدم
قدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بالحمادي.